كفر المعروف، كفر المعروف. إنسان صنع معك معروف، وإن كان ذلك المعروف دلالة قال لك هذاك البيت، ولو بكلمة عمل معك معروف بدك تشكره. شكر المعروف نسيون الناس، بقول لك أخي شو عمل معنا؟ دلنا شو صار فيها يعني؟ صار له دين في ذمتك، المعروف دين يا ابني. صنعك معروف، سواء معروف في الدنيا أو معروف في الآخرة، بدك تشكره. ما شكرته فأنت كافر للنعمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دعي له أقل ما يكون، كتر خيرك، جزاك الله خيرا، الله يخلينا إياك، الله يكرمك، إن شاء الله ما بنحترمك، كلمة ولو بكلمة. وأقل ما يكون أن تقول له جزاك الله خيرا. هاي أهل الدين عندهم إياها رخيصة، الله يجزيك الخير، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا ابني. بتعرفوا المعروف ما قول، المعروف باللسان وباليد وبالقلب. قلبك بده يشكر، ولسانك بده يشكر، وإيدك بده تشكر. أما ما في عندك غير لسان بس هذا كذاب. الله يجزيك الخير. صارت معي مرة مع أخونا الله يرضى عليه، ما بعرف إذا هون موجود ولا أبو النور موجود هون، أبو النور الله يرضى عليك، أبو النور ركبني مرة معه بالسيارة، الله يبارك له ويزيده توفيق. لما وصلني للبيت قلت له قديش طلع لك؟ يا دخيل الله سيد مشان الله كرام، قلت له ما بنزل لاعطيك مثل يا سيدي والله ما، قلت له جزاك الله خيرا. قام ضحك، ليش ضحكت؟ قلت له ما هي العمله اللي عم تعطوني اياها؟ انت شو عم تعطوني العمله؟ جزاك الله خيرا. بروح لعند الخباز اعطينا رغيف خبز جزاك الله خيرا ما بيرضى. بروح لعند الخضر يعطينا زلزه بقدونس جزاك الله خيرا ما بيرضى. ايش شو عم تضحكوا علي يا كان؟ الناس ما تعرف. شكر المعروف، اذا ما شكرت المعروف فانت كافر للمعروف يا ابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعطي عطاء، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. وجد يعني وجد مال، وجد خير فليجزي به. عمل معك معروف كافئه بمعروف. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فقير ما في معه شيء فليثني، امدحوا فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. هذا كلام النبي، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. واحد هاي بتصوم بين النسوان كتير، خاصة إذا واحد عنده تنتين، بتروح بتستريم عند جيرانها الأسايب بتقول لها شو في جوزي
جابلي أساوي أنت ما جابلك، جوزي جابلي خواتم أنت ما جابلك، مشان تخلي بيت دائما هي وجوزها، دائما الخناقة هي وجوزها. هو ما جايب له، إنه جابلي كذا، جابلي كذا، هو مو جايب له. فهي كذابة مثل اللي عم يلبس توبين من الكذب. صلى الله عليك يا رسول الله. واحد بيقول أخي والله فلان أعطاني، هو بيكون ما أعطاه بس مشان يحرش الناس عليه. هلا كتير هيك بعض الناس بيقول أنا كنت عم بشتري كتاب، واحد من المشايخ جاي وجا فقير، فالشيخ التفت للفقير قال له إذا بدك مصاري روح لعند الشيخ كفتارو. الشيخ كفتارو هيك من أمريكا عم ياخد يعطيك، روح عند الشيخ كفتارو. أنا واقف عم بسمع ما رديت عليه. بالطريق بدنا نعمل خناق، لا لي الصدفة تاني يوم كنت عند شيخنا بالإفتاء وجاي لعند الشيخ بدي قابل الشيخ. قلت له سيدي والله مبارح هيك 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 صار. قال لي ابني خليه يفوت. دخل لعند شيخنا، الشيخ استقبله وقابله حدثه مد ايديه ايده على جيبته ودفع له مبلغ. الله يخلينا اياك يا شيخنا، الله يخلينا اياك. لما طلع فتلة عند الشيخ تفسيري، طيب واحد عم يحكي علينا قال لي يا ابني والله اصبحت وانا اتلذذ بخدمه من يعاديني. والله اصبحت وانا اتلذذ بخدمه من يعاديني. أنا رجفت ركبي وصرت أبكي. قلت له يا سيدي أتعبت من بعدك، مين بعدك بده يتحمل هي؟ واحد يعاديني يجي أنا كرمه؟ هذا شكر، عم يشكر حتى العدو. لا إله إلا الله. من الكفر وعم تقع بيناتنا، والله عز وجل يسترنا ويستركم. من الكفر اللي عم يصير بين الناس وما حدا عم بيحس فيه. اثنين زعلوا، قال له فلان اخي والله اليهودي احسن منه، النصارى احسن منه، فلان كافر. كافر؟ عم تتهمه بالكفر؟ عنده كلمة بسيطة، فلان كفر كافر. بعض زعماء الله يسامحهم، ما بدي أعين فئة من الإسلام المسلمين، اجى الشيخ قال له لحنا عنا سلاح لا يفل، منهدم فيه أكبر شخصية. شيخنا قال له شو هالسلاح؟ قال له اللي ما بيمشي معنا منكفره. ايه يعني ما بيمشي معنا منكفره. ايه لذلك لا اله الا الله. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. شو صفي من هون؟ ما صفي منه حدا. واما ما ينفع الناس اسال الله ان يجعل خالصا لله. قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان كافر لحيته، وإذا ما كافر بترجع له اللي قالها. هذا الحديث رواه البخاري. حديث ثاني النبي قال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ما بصير يا ابني كلمة الكفر تنسبها لحدا. لو رأيت منه ما يخالف الدين، فلان زنى، فلان شرب الخمر، فلان أكل الربا،
ما بيجوز تقول عنه كافر. ممكن ساعة من الساعات يتوب ويرجع إلى الله. ما مسلم نصراني أو يهودي، اسمعوا مني، نصراني أو يهودي لا يجوز أن تقول عنه كافر حتى تشوف الخاتمة. إن مات على الكفر فهو كافر، وإذا الله تبع ليه صار مسلمان. فلا يجوز نسبة يهودي أو نصراني، ما بيجوز تنسب إلى الكفر حتى يموت على الكفر. مفهوم؟ مفهوم شو عم بحكي؟ فأما تقول لي مسلم بيقول لا إله إلا الله، النبي قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان، يعني ما موجودين ثلاثة معه، ما معه من الإيمان أصل، ثلاث من أصل الإيمان: من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب. من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. أي عمل عمله، ما منخرجه من الإسلام. فلان خارج من الإسلام؟ لا، ما في شيء خارج. ما منخرجه من الإسلام، زنا، سرق، أكل ربا، ارتكب حرام، ممكن أن يتوب الله عليه، باب التوبة مفتوح. فأما أنت تنسبه إلى الكفر، نسأل الله السلامة. إذا ما كان أهل ترجع لها اللي قالها. صلى الله عليك يا رسول الله. واحدة أخيرة، لما بده يحلف بيحلف بغير الله، وحياة رأس أبوه، وحياة الكعبة، وحياة شو؟ هذا كفر، لا يجوز يا ابني. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صلى الله عليك يا رسول الله. وللذين كفروا بربهم، انتهينا كم نوع من الكفر؟ ما رح أوسع أكثر منه. وللذين كفروا بإيش؟ بربهم. شوفوا الكلمة، كفروا بربهم، ما قال كفروا بالله، كفروا بربهم. الرب هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم. احفظوها، الإله الرب مين؟ هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم. أوجدك من لا شيء، أوجدك من عدم، هذا الرب. الرب هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم، فهو الإله العليم الذي رباهم في ظلمات ثلاث. الله وين رباكم؟ في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، وظلمة بطن الأم. ثلاث ظلمات. أنا وإيد مدت لجوات هالظلمات الثلاث وركبت لك العظام. أي يد؟ تبارك الله بقدرته، تبارك الله بقدرته. لذلك ربى فيك السمع والبصر. هالسمع مين ركب أول كل هالإذن الصيوان هذا؟ هذا هي لو سوالك ياها عظم،
تحسن تنام كنت؟ لو سواها لحم كان بتلزق، كنت ما بتنبذك إيمان. سوا لك إياها من غضروف، حط لك فيها التتنايات، هذا